تحية لكم مشاهدينا ومتابعي قناة أوغريت وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. حلقة جديدة من برنامج أنت وأنا. اليوم رح نحكي فيها عن موضوع بهمنا الأغلبية مننا، حتى لو إن قلنا إنه الموضوع والله أنا بتفرج عليه فضول وبقرأ هالتنبؤات فضول، إلا أنه ما في حدا فينا إلا وفتح برجه باليوم من الأيام، حتى ما باليوم من الأيام، يمكن كل يوم بيقول المساء يلا خليني أشوف هذا البرج شو مخبالي لبكرة، أو حتى تنبؤات اللي عم تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن قلال اللي ما الصبح شربوا قهوة وقرروا انهم يبصروا بالقهوة، خاصة هيدي طبة الفنجان اللي هو تقليد عند معظم السيدات والفتيات. ليش نحن ممكن نتجه للتبصير او ممكن نتجه للأبراج او ممكن نتفائل بلون معين بالطاقة؟ كتير اشخاص بيفتحوا موبايلهم بيشوفوا الارقام متشابهة بيقولوا ممتاز، خي معناها اليوم رح يمر بيسر وسهولة، او إذا كان عم بيفكروا بموضوع معين وشافوا الأرقام المتشابهة بيقولوا هيدي إشارة. شو السبب لحتى عم يدفعنا لحتى نتعلق بهيدي القصص؟ هي موضوع حلقة برنامجنا أنت وأنا لهيدا الأسبوع. خلونا نروح لفاصل لنبلش حلقة. خلونا نبلش بالأبراج. تسمعوا أبراجكم الصبح؟ يا ريت تتركونا بالتعليقات على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بتصدقوا إذا حدا كان مثلا، خلينا نحكي على بتول، من برج الجوزاء اللي هو برج هوائي، يعني كل ساعة برأيه وبيغير رأيه بالدقيقة 100 مرة وبيقول لك إيه على موضوع بيرجع بيقول لك لا على موضوع تاني، أو مثلا مثل برج المخرج تبع برنامجنا التور اللي هو العناد العصبية اللي هو برأيه أنه هو كل شيء صح. هذون الصفات العامة لكل الأبراج، برأيكم هل هيدي الصفات صحيحة؟ من وين إجت هيدي القصص؟ صفاتنا متعلقة بأبراجنا وغيرها. خلنا نروح نشوف أهالي اللاذقية اللي استضافتهم بتول باستطلاعات حلقة أنت وأنا لليوم وراجعين. تسمعي يا أبراج؟ إيه؟ تسمع الشق العاطفي والمالي ولا كله؟ كله. شو برجك؟ كثير بآمن يعني، بسمع الأبراج كثير. تسمعي كل البرج ولا الشق العاطفي؟ لا كل البرج، عندي كثير مهم، خصوصاً برجي يعني. شو برجك؟ الميزان. الميزان؟ طيب أنت إذا شي مرة قالت لك المذيعة أو المذيع يا برج الميزان يوم ما أطلع من البيت ممكن يصير معك شي ما حلو؟ بطلع بس مثل ما بيقول المثل الحيط الحيط ويا رب الستر. يعني بتقتني بهذا الشيء؟ ممكن إيه. قليل يعني ما بسمع كثير. شو برجك؟ الميزان. منيح. إذا قالوا لك بالأبراج إنه مثلا ما تطلع اليوم برا البيت ممكن يصير معك شيء محل؟ بطلع بسمع بس ما بأمن فيه يعني. تسمعي أبراج؟ أنا كتير بحب الأبراج، غرامي الأبراج. جد. شو برجك؟ الحوت. برج الحوت. شو أحلى شيء ببرج الحوت؟ البرج الحوت كله حلو على فكرة، يعني صفاته مميزة كتير، وحدا اجتماعي وحدا بيتأقلم بكل وين ما حطيته بيتأقلم، كفو يعني. برج الحوت على فكره فيه صفات كثير حلوه، مو لانه برجي بس هو عن جد حلو. بس بدون ما بما انه انتم حضرتكم توأم، بتحسوا انه في اختلاف بيناتكم بصفات الابراج مثلا؟ اكيد في اختلاف بالطباع، بس يعني في صفات حدا مشتركه. حدا هادي وحدا عصبي. اللي لي؟ حدا هادي وحدا عصبي، حدا مثلا حرك، هي مثلا لا هادي اكثر مني. اسمعي يا ابراج، بتحبي هذا الشيء؟ حتى انا بعرف الشخص واتعامل معه من برجه. حلو. طيب اذا قالت لك بالمذيعة انتو عم تسمعي الصبح الراديو او قريتي بالابراج انه لا تطلعي برا البيت او لا تساوي هاي الشغله، بتردي علي؟ مو لهيدي الدرجه. هلا انا مو ما بآمن فيهم، بس بحب اسمعهم يعني، اذا حكوا شيء حلو بتفائل. اما الشيء البشع ما بسمعه. الشيء السلبي لا ما بسمعه. هلا بدي ارجع لعندك، تسمعي يوميا الابراج؟ تعتمدي على ديون يعني نظام بشكل يومي بدك تسمعي؟ بسمع يوميا، بتفائل فيهم يعني. الشق العاطفي ولا الكل؟ كل شيء. طبعا مثل ما شفنا مع بتول بالاستطلاعات انه معظم الناس بيقولوا انه لا نحن بنحضرها وبنسمعها من باب التسليم. في صبيه قالت انا بعرف اتعامل مع الشخص بس اعرف برجه، يعني الصفات العامه للبرج. انا بالنسبه لي اذا حدا قال لي والله هذا برجه ميزان مباشره رح اقول انه هيدا متمسك برايه وبرايه انه هو صح.
حسب حكيها للبنت. يعني هي طبعا هي كانت عم تحكي عن برج الحوت. اول سؤال خطر لي، بتول لما استضافت الصبيتين اللي كنا عم نشوفهم باللقاءات، صبيتين هنن توأم طبعا، وكمان بدنا نوجه تحيه لاريج اختها لبتول التوم، طبعا كمان هنن الاثنين مختلفين تماما بالطباع، يعني شخصين من نفس العيله من نفس البيئه خلقانين بنفس اليوم، مع انه باللقاءات شفنا عم بيقولوا الصبايا وحده عصبيه ووحده هاديه، معناها هون برج الحوت فيني انا اعبر عنه انه هو برج هادي ولا برج عصبي؟ الابراج بتسمعيه؟ ايه اكيد كمان بنسمع الابراج وبنشوف هيدا، والله بنقول هيدا عصبي لاني برجه هيك، هيدا رايق برجه هيك. يعني برجك؟ انا جديدة له. ايوه. طيب وقت بتسمعي بتسمعي كل شيء الامور ولا بتختصي بشكل عاطفي مثلا؟ لا بحب اعرف للكل، اسمع لاولادي لجوزي. كل الابراج؟ ايه بحب الابراج. شو برجك؟ برج الحوت. شو احلى شيء ببرج الحوت؟ هدوءه، هادي رومانسي شعري بيروح بالخيال. اكثر شيء ما حلو ببرج الحوت؟ طيبته الزايده، كثير طيبه، يعني هي مدمره حياتنا برج الحوت. تسمعي الابراج بتصدقيهم ولا بس هيك؟ لا لا ما بصدق، يعني تسمعيهم؟ بحب اسمعهم بس ما انه والله اوقات بقول ان شاء الله، بنقول ان شاء الله. تعالوا نحكي عن الابراج وبدايه الابراج، وهون الحديث للدكتور محمد العصيري وهو رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. اول من وضع الابراج من 4000 سنه هنن البابليين. ليش وضعوا الابراج؟ لانه هنن كانوا بدهم يحددوا مواسم الزراعه ومواسم الحصاد وغيرها، يعني الموضوع ابدا ابدا ما كان له علاقه بالصفات، له علاقه فقط بتحديد مواسم الزراعه والحصاد والامور اليوميه لحياتهم. طبعا الاكيد انه فينا نقول بانه الابراج بالبدايه وتحديد الاشهر بالبدايه كانت بدايه لدراسه الفلك، ولكن اكيد مو لوقتنا هلا. قد ايه تغيرت التقنيات، قد ايه صار في عندي تكنولوجيا، قد ايه صار في عندي تقنيات جديده. فاللي بيقول انه البابليين كانوا عم يشتغلوا على هذا الموضوع، تمام، البابليين كانوا عم يشتغلوا على هذا الموضوع من اكثر من 4000 سنه، يعني مو هلا عم يشتغلوا عليها. طبعا في للتذكير انه الابراج هي احدى الطرق الاوليه لمعرفه شخصيه الانسان طبعا، واللي تم دحضها بشكل كتير كبير لبعدين، طلع بعدها 4 نظريات لتدرس صفات الإنسان وشخصية الإنسان. طبعا العديد من الدراسات صارت على هذا الموضوع، كلها لغت تماما أنه ممكن يكون في تأثير للنجوم على حياتنا. كيفك؟ الحمد لله. تسمعي أبراج؟ أحيانا. إيه. ليش بتسمعيهم؟ هلأ هو بحس أنه يعني هلا انا ما بآمن فيهم بس بسمعهم، يعني هيك انه اذا في شيء مفائل بتفائل شوي فيه. اذا قالوا لك شيء ما حلو انه بطنش؟ ما بتغيري شيء بيومك انه سمعت شيء ببرجك مو حلو؟ لا. تسمعي الابراج وقالوا لك شيء مثلا اليوم ما تشتري شغله فلاني او لا تطلعي برا البيت او كذا، ايه تردي عليهم على هالفتره اللي فيه؟ هل هالفترة شو؟ أنه أنا سمعت هاي منجمة أنه عم تقول أنه هالفترة قد ما فين يكون اشتروا شغلات بتشوفوا على وجه الخير. لا ما معنا مصاري طبعا، فقلت لأنه يعني ما عجبك غير هالفترة. أما خلصة هلا هو علم الفلك هو علم، هو علم موجود، ما فينا نقول انه ما كان موجود قديما، بس ما معقول بعد كل هالزمن اللي وصلنا له وهالتقدم هذا لسه نحن نآمن بشكل مطلق بحركه كوكب وهيك، عرفتي كيف؟ حسب الدكتور محمد العصيري انه اقرب كوكب لنا هو الشمس على بعد 1500 كيلومتر، ثاني اقرب نجم على بعد 4 سنوات ضوئية، ونحن بنعرف انه الضوء اللي عم نشوفه من النجم هو بعد ما مثل بيقولوا بالمصطلح افول النجم، يعني عمليا هيدا الضوء اللي عم نشوفه هو ضوء بالماضي، فالاكيد انه ما رح ياثر الماضي ماضي هذا النجم على حاضر اللي انا موجودة فيه.
تسمعي أبراج؟ إيه بسمع، يعني بس أنا ما كتير بآمن فيهم، إنه أحيانًا ما بيكونوا صحيحين، إنه مثلًا أكيد ما برج مثلًا برج العذراء بيكون في صفات محددة، مثلًا كل إنسان عنده أسلوبه، هو بيتعامل حسب البيئة اللي عاش فيها وال مثلًا المجتمع، يمكن يكون مجتمع غير مجتمع حدا تاني بنفس البرج. أحيانًا بيكون إنه صحيح هيدي وأحيانًا لا، ما بعرف. تسمعي برجك أنت؟ أحيانًا. شو برجك؟ القوس. شو أحلى شيء ببرج القوس؟ انه دائما بيكون بحب يساعد العالم. يعني ما بصدقون فما في داعي اسمعه. شو برجك؟ رفقاتي قالوا لي انه برجي الحمى. انت ما بتعرفي شو برجك؟ لا، حتى هدول التواريخ ماني حافظتهم، فخبروني انه برجي الحمى. في معلومه هلا رح تصدمنا كلنا. المعلومه هي كالتالي، نحن لما بنتفرج على الابراج فنحن عم نقسم الابراج مثل ما بيقسموها المتنبئين والاخصائيين بالابراج، خليني اقول لا 12 برج. هيدون ال 12 برج كل برج 30 يوم حسب حكي العلم وحسب حسب حكي دراسة علماء الفلك، فإنه الأبراج عم تتراوح ما بين 8 أيام لبرج العقرب لنوصل ل 48 يوم لبرج العذراء. يعني عمليا ما في برج 30 يوم، في برج أقصر برج هو برج العقرب بيمتد فقط 8 أيام، وأطول برج هو برج العذراء ل 48 يوم. كبرجي إنه أنا مثلاً العذراء بيقول إنه هو بينقط، بس أنا كمان كتير بينقط وكتير أسلوبي متكتك وبنظم حالي وأوقاتي. هيك كلهم حلوين مثلك برج العذراء؟ ما بعرف. أنا صار لي كل هالعمر عم أتفرج على برج الدلو. حسب حديث الدكتور محمد العصيري فإنه بالأربع آلاف سنة بصير في حركة ترنحية للأرض، يعني عمليا عم يصير في انزياح للأبراج. يعني مثلا اللي برجه دلو فهو منزاح برجه برج أو برج ونص، يعني أنا عمليا رح يكون برجي يا أما حوت يا أما حمل. هلأ بالنهاية الأكيد أنه يمكن الأكثر الأشخاص بيتجهوا باتجاه الأبراج أو باتجاه التنجيم والتنبؤات لحتى يتفائلوا، ودائما وأبدا دائما المناطق اللي بيكون فيها عدم استقرار، حروب ونزاعات وغيرها، الأشخاص القاطنين بهيدي البلاد بدهم لحتى يتفائلوا بشيء. والإنسان بالعموم بالفطرة بيحب أنه يعرف المستقبل، دائما عنده هوس شو بده يصير معي بكرة، لهيك بيتجهوا للأبراج. طبعا الموضوع ما بيقتصر نهائيا عند الأبراج، مثل ما ذكرت بالمقدمة كمان بالتبصير وبالقهوة وبأنا بطب الفنجان الصبح، وكمان أنا عندي هيدي العادة. طبعا الآن سبتول فتحتنا قدام المشاهدين والمتابعين، خلونا نشوف أهالي اللاذقية وهيدي العادة الصباحية إذا بتطبوا فنجان القهوة وبيبصروا فيها أو لا. منشوفها وراجعين. من باب التسلعي. إيه بتبصري عند حدا من رفقاتك ولا ممكن تروحي عند حدا مختص بهذا الشيء؟ لا حالي بالبيت. على حالك مثلي أنا. أيوة. عارفه إنه مذيعة البرنامج اسمعوا لك كل يوم جمعة بتبعت لي فنجانة لبصر. حلو حلو. شو رأيك بهيدا الشيء؟ حلو من باب التسلعي مو أكتر. تفاؤل. هلا للأمانة إيه أنا كل يوم جمعة الصبح بكون عطلة وبطول معطلة وبطول صار لي يعني تقريبا 10 سنين، وأهمتني إن هي بتعرف بتبصر وانا عم راعي وقتها، يعني كيف ما ببعث لها خيال ايام الشغل انه حرام اختي هي مشغوله، فانا يوم الصبح يوم الجمعه طب الفنجان وببعث لها لحتى تبصر لي. والله لا يوريكم اذا انا ما برد عليها بالدقيقه اللي هي بتكون عم بتحكيني فيها ان هي عم بتبصر لي، وفوق هيك انا ماني عم رد عليها. بس لقلكم شغله، بتول ولا مره زبط معه ولا توقع من التوقعات اللي توقعت لي اياهم، بس لا مره زبطت معه شغله واحده، رح نشوف لبعدين اذا رح يزبطوا توقعاتي او لا. هيدي انا بآمن فيها لهالشغلات. بتبصري كل يوم ولا لا؟ لا ما كل يوم، يعني اذا شفت حدا بيعرف بهذا الشيء فانا فورا بروح لعنده مشان يشوف لي فنجاني. انه بتروحي حتى ممكن تدفعي مصاري لتبصري؟ لا مو لهالدرجة، بس هيك تسلاي. انه شخص بعرفه بجلسات تسلاي وهيك. بشوف مرة زبط شيء بالفنجان؟ ايه في مرة في حدا سألته ويعني كل شيء حكاه فعلا صار معي بعد فترة. شكلها نوع القهوة كويس. شكلها هي شاطرة. تسلاي مجرد تسلي وهيك، بنشوف قلل.
يعني شو بيخبي لك اليوم، بس هاي تسلي بنسلى. بتفيقي الصبح بتعملي فنجان قهوه؟ ايه. بتبصري؟ لا ما ببصر. شي مره بصرتي؟ ايه كذا مره. بالبيت او برا البيت؟ ايه لا رفيقتي يعني هيك بتفهم شوي قرت نتفه يعني، بس بالكل يعني. مره بصرت لك شي وزبط؟ ايه بس ما بآمن فيه يعني هيدا الشيء. ليش شو اللي بخليكي مثلا تبصري او الناس تبصر؟ شو الغايه من هذا الموضوع؟ نوع من العالم يقست او في عندها نوع انه بدها تتفائل، ما في شيء فائله غير الفنجان. نتفائل شوي. زبطت هالاشياء اللي كنت عم تبصريها؟ اكيد لا، لانه العلم عند رب العالمين بالنهايه، ما بايد اي انسان. شوف الصبيه بتطبي الفنجان. يا ما طبيته. بصر لك مؤخرا. ماما بتشوف لي هيك نتفه يعني عند ماما تبصر لنا. لا ما بتبصر، بس هيك اشارات. شو رايك بهيدا الشيء، بهيدي الظاهره اللي كثير مثلا الناس بتعتمد عليها، وخاصه الصبح في ناس ما بتشرب الا اذا ما طبت الفنجان؟ لا 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 لا، هي ما هيك انه ما بنشرب الا اذا بتعرفي، يمكن ما صار لي 7 سنين طبت الفنجان. لا بس ايه لما هلا عم تحكي عن القصه هيدي تذكرت انه ايه بزماني كنت اقلبه وشو بيعرفني هيك. بس لا تسلايك. هي تسلايه ما اكثر من هيك. ايه عندي جاره روح قلبها تجي بصير، تجي بتطب الفنجان، بقول لك انا ما بعرف بصير، بتقلي مسلى انا وياكي بقى بشوف هيك شوفي شغلات رسومات، والله لك عندك في عندك خاتم، عندك سفر، عندك كذا، تسلايه بالاخير. قراءة الفنجان فبدأت بالصين، وما كان إلى على القهوة أبدا، كانوا يقروا عن طريق أوراق الشاي اللي بتترسب، أو هيدا اللي بقايا الشاي اللي بتترسب بسفل الفنجان. بعدين انتقلت لتركيا، ويقال أنه أول الأشخاص اللي قاموا بالتبصير بقراءة فنجان القهوة والرسوم والرموز اللي بيعطيها فنجان القهوة هن الأتراك، ومن باب ديني. فأي شخص عنده أمر معين أو رغبة معينة كان يروح على المعبد يشرب قهوة، يترك فنجانه خارج المعبد، يفوت يقضي طقوس العبادة، وبعد ما يطلع يكون المسؤول أو البابا المسؤول عن هيدا المعبد يقرأ له شوية توقعات للفنجان اللي له. شو رأيك بعلم الطاقة والجذب؟ إيه بآمن فيه كتير. جربتي شي مرة تجذبي شي؟ إيه. شو هو؟ احكي لنا القصة بدون أسماء. ما فيني سر. طيب شو الطريقة اللي استخدمتيها بالجذب؟ اتفائل كتير بتفائل بالحياة، كتير بعطي طاقة لغيري، وممكن أنا كتير من جوا إنسان أحيانا بنكسر، أحيانا بخاطري بنكسر بخاطري، بس مع هيك بواسي حالي أكتر من اللازم وبتكل على الله. برأيك طاقة الناس السلبية بتأثر عليك؟ طبعا كتير. انت اذا ايجابيه بتجذب الايجابيين، اذا سلبيه بتجذب السلبيين، فدائما الانسان يفكر بايجابيه. شو رايك بعلم الطاقه؟ انت بهالعمر مثلا عندك شيء معلومات عنه؟ هلا انا ما كثير عندي معلومات، بس انه ما كثير بآمن بهالقصص، انه كل واحد عنده اراء وعنده اسلوبه. مثلا في ناس بتستمد الطاقه من الالوان، في ناس بتستمدها مثلا من كمان هيك ما كتير بآمن مثلا بالألوان، وإنه مثلا إذا الواحد لبس أزرق بياخد طاقة إيجابية، إنه كل واحد يومه هو بده يتجاوز أخطر. يعني كل واحد يومه بده يتجاوزه بطريقته بأسلوبه بحياته بطريقة يلي بيتعامل فيها. حبيبتي هلأ بالأخير في عندك كمان قصة تشابه الأرقام 11-11، ما كتير بآمن كمان. في ناس بتعتمد على الألوان، تعتمد على أي شيء مشان تجذب. لا انا ما بتوقع هيك، الواحد بالاخير بنفسيته وشخصيته، ما بتوقع، انه ما بآمن بهيك شيء وبس، انه بس هيك. بتحكي لي عن تشابه الارقام، شي مره فتحتي الساعه شفتي تشابه ارقام؟ هذا الشيء مثلا بتوقفي عنده ولا لا بتضل مشي؟ هلا احيانا رفقاتي بيقولوا لي انه لا، انه هيك بيكون حدا عم يحكي عليكي او انه هيك، بس انه ما كثير بحب، انه ما بآمن بهيك شيء. هلا علم الطاقه بحسه انه افضل بكثير من الابراج، يعني انه يعني هيك بتشجعك بتعطيك دافع، في اشياء فيك يعني تتعلمي تعتمدي عليها. ايوه بحياتك اليوميه. على شو بتعتمدي انت حتى تجذبي هاي الطاقه؟ الالوان.
الوان مثلا؟ هل شايفتك اخضر باخضر؟ عفوا ايه، هلا في النباتات صراحه بتعطي الطاقه. اوقات بنفتح الموبايل او الساعه بتكون 11 و11 10 و10، شو رايك؟ بدي لك هذا شيء بتنبسطي؟ ايه بحبها لهي تكون الساعه مثل بعض، بتعطي طاقه ايجابيه. بتفائلي؟ ايه بتفائلي. بتعرفي شو دلالات الارقام؟ احيانا بفوت على جوجل ببحث عن الموضوع. فاكرة شيء؟ لا والله مو كثير يعني. اي وحده بيكون حبيبي يذاكر؟ مو صدمة، بتحسيها على قرارات مصيريه، ممكن تكوني عم تفكري بشيء انه تجيكي اشاره صغيره. الطاقه انا كثير بتاثر بالطاقه، يعني اوقات مثلا انت ممكن تقعدي مع اشخاص بتكون طاقتها سلبيه وبتاثر عليكي، في عالم طاقتها بتكون ايجابيه، اول ما انت تقعدي معها بتصيري بتحكي احاديث. بتلك انت ايجابي؟ انا هيك يعني بتاثر كثير بالاشخاص اللي بتكون متواجده معي. شي مره فتحت الساعه او الموبايل وكان تشابه بالارقام؟ دائما بتصير معي. بتحبي هذا الشيء؟ بتنبسطي؟ عادي والله ما كثير يعني، بس بتصير معي دائما هي الشغلات. كنا عم نشوف ونسمع آراء أهالي اللاذقية بالطاقة، طاقة الألوان، طاقة الأرقام المتشابهة. هل هن ممكن يحطوا خلفية للموبايل إذا سمعوا أنه هيدي الخلفية ممكن تجيب لهم الحظ، تجيب لهم الأموال وغيرها؟ علم الطاقة هيدا العلم الغني، يعني كل تفصيل فيه لازم نحكي عنه بحلقات مطولة. طبعا بسرنا وبيسعدنا بحلقة اليوم من أنت وأنا يكون معنا الدكتور سمير هادي، وهو مدرب دولي بعلوم الطاقة، حتى نساله عن كل هيدي الاسئله اللي كانت زميلتنا باتور عم تسالهم لاهالي اللاذقيه. يسعد اوقاتك دكتور سمير. واوقاتكم يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيكم. طبعا شكرا لوقتك بالبدايه، وبدنا نحكي من محل ما اختمت الموضوع، علم الطاقه، قد ايه في تفاصيل وقد ايه هيدا العلم عم يجذب الاشخاص مثل ما شفنا بالتقرير؟ طبعا حضرتك ما كنت معنا بالتقرير، ولكن رح لخص لك اهالي اللاذقيه، في كثير اشخاص بتتفائل لما بتشوف الساعه متشابهه 11 و11 8 و8، ما فيك عندهم كثير معلومات عن دلالات هيدي الارقام. في اشخاص وخاصه عبر صفحتك بتكون انت منزل بداية كل شهر صورة معينة بتسميها صورة الشهر، خلينا نقول أو طاقة الشهر، نحكي عن هيدي المواضيع دكتور سمير. بالبداية بدي أتشكركم على هذا البرنامج الرائع، وبدي أتشكركم على المواضيع اللي عم تختاروها لأنه فعلا بتمس حياة الناس. بداية أستاذي، خلينا متفقين أنه علم الطاقة هو علم شمولي، وهذا اللي بيخليه لامس حياة الناس وتفاصيل حياة الناس. مثل ما تفضلتي وذكرتي، الطاقة العلاقة بالألوان، الطاقة العلاقة بالصوت، الطاقة مرتبطة بالأرقام، بالحروف، بطاقة المكان اللي نحن موجودين فيه. إذن هي مرتبطة بكل شيء حوالينا، وهذا اللي بيعطيها هي الأهمية. منلاحظ أنه خلال 20 و30 سنة الأخيرة صار في اهتمام أكثر بعلم الطاقة، مع أنه علم الطاقة هو علم قديم جدا، يعني من أيام الفراعنة والرومان والإغريق، وحتى أول كتاب تم إصداره عن علم الطاقة كان بالقرن الرابع قبل الميلاد. يعني مشان الناس تكون على معرفة بأنه علم الطاقة هو من أقدم العلوم على وجه الأرض. لكن بالفترة الأخيرة صار في تركيز أكثر على هذا العلم، لأنه أثبت جدارته بأنه هو فعلا مهم بكل تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم بالصورة مثل ما حضرتكم أنتم بتشتغلوا بمجال الإعلام، عندكم دراية وعندكم معرفة على أهمية الصورة، وقديش الصورة تأخذ من حيز العقل الباطن والتفكير بالوعي واللاواعي، وبالتالي هذا كله بيأثر على شخصية الإنسان. نوعية الصورة، تأثيرها، الألوان، طريقة وضعها، وكذلك الألوان، وكذلك الصوت، وكذلك التعاملات ما بين البشر. طبعا حكيت حضرتك عن موضوع الصور، في كثير اشخاص مثلا او كثير مواقع على الانترنت بنشوفهم عم بيقولوا بحطوا صور معينه مع ارقام معينه دلاله لاشياء معينه. برايك مدى صحه هيدا الموضوع مثلا لجلب الحظ، ممكن للارتباط، الزواج وغيرها من القصص، اكواد معينه لارقام معينه دكتور سمير؟ تماما، خلينا متفقين انه كل حياتنا هي بيد الله عز وجل. تمام. يعني ودائما نحن بنجتهد، يعني اللي بده يجذب المال هو ما بده يقعد بالبيت ويعمل جذب للمال، او اللي بده يتزوج ما بده يقعد بالبيت وينطر الزواج حتى يتم. لا، دائما نحن بنقول عمل
زائد نيه، لكن هي التفاصيل عم تحكي عنها حضرتك مثلا مثل الاكواد الكونيه مثل صور معينه هي بتعزز من الطاقه الايجابيه المرتبطه بهذا الموضوع. انا حكيت عن الاكواد الكونيه اكثر من مره وبشرح مفصل بانه هي اختصار لجمله، يعني مثل كانك انت عم تشتغلي بمجال الكمبيوتر فممكن ارقام معينه تكرار ارقام معينه هي رمز لشيء معين، فهذا الكود هو اختصار مثل الكود اللي بنشوفه بكثره هو 369 الكود تبع تسلا، هو كود باختصار رمز كوني مهم. بالاضافه لموضوع الصوره، لما بنحط احنا مثلا هذا الكود مرتبط بصوره معينه او صوره من غير كود فممكن هي الصوره تكون خاضعه لجلسات تامل، وهذا بفسر اللي عم تذكريه حضرتك واللي حكيتيه بالبدايه بانه في كثير من الاشخاص بياخذوا الصوره اللي انا بنشرها اللي هي الصوره الشهريه وبيعتمدوها لانه انا هي الصوره بكون خاضعه لجلسات تامل، هي جلسات التامل بتعطي الصوره طاقه ايجابيه كبيره، وبالتالي الاشخاص لما بيستخدموها على تليفوناتهم او بمجال حياتهم او اللون الطاقي حتى هذا بياثر عليهم ايجابا. تمام، بس هون نحن بدنا نحكي ونذكر انه نحن هون عم نركز على العقل اللاواعي، يعني انا من خلال هيدي الصوره او من خلال الايمان بهذا الموضوع اللي انا عندي اياه عم ينشغل عندي على العقل اللاواعي، بهالحاله يمكن عم يتحقق نوع من الجذب، ولا شو رايك دكتور؟ تماما بالضبط، حرفيا مثل ما ذكرتي هي الفكره برمجه عقل باطن. تماما، برمج عقلي الباطن على الايجابيه. يعني انا بستذكر من فتره نزلت بوست على صفحتي وقلت للمتابعين انه جيب خيط باللون اللي انت بتحبه شو ما كان هذا اللون، جيب خيط بهذا اللون والبسه بايدك، فانت كل ما طلعت على ايدك وشفت هذا اللون رح تحس بايجابيه وتفاؤل. وبالفعل هي نجحت، ليش؟ لانه خلاص العقل الباطن تبرمج انه هذا الخيط او هي الصوره او هذا التفصيل هو فعلا بيعطيني الطاقه الايجابيه. اليوم كثير من الاشخاص بحاجه لمحفزات انه انا شخص ايجابي لكن بحاجه لشيء يحفزني، مثل لما بقول ايه قرانيه مباركه بعدد معين، هذا كله بيعطي تحفيز لهذا الشخص وبيعطيه ثقه اكبر، وخصوصا اذا هو كان عم ياخذ هي المعلومه من شخص موثوق. لسه ضل عندنا سؤال اللي هو مثل ما ذكرت رقم 396 اللي هو رقم تسلا، رقم الاشياء ارقام الطاقه، هيدا الرقم كيف عم يتم العمل عليه دكتور سمير؟ على هذا الرقم في بعض الاشخاص ممكن يحطوه على بروفايلاتهم الشخصيه، على تليفوناتهم، باستخداماتهم، ممكن كسنسال بالرقبه، ممكن على صوره. هو مثل ما حكينا هو اختصار لرمز كوني. دائما نحن الرموز الكونيه اذا ما كان في عمل، انا هي دائما باكد عليها، دائما نحن تفاصيل الطاقه لازم تكون مقرونه بالعمل، مقرونه بالعمل. يعني انا ما فيني احمل هذا الكود وقول والله الحظ ما عم يجيني، ما انت ما بدك تنطر الحظ اصلا، انت بدك تسعى، لكن هذا الكود ممكن يعزز الطاقه الايجابيه بحياتك. فدائما نحن بحب يعني اضيء على هي النقطه بشكل مكثف، انه نحن ما نعتمد على الجذب ان كان بالكود وان كان بالتصرف او باللون او بالصوره اعتماد كلي. لا، هو جزء من باقي تفاصيل لازم نعتمد عليها حتى يتم هذا الجذب الإيجابي. يعني العمل ثم العمل ثم العمل، هدول الأشياء اللي نحن عم نحكي عنها ممكن تكون محفزات، ولكن أكيد ما في شيء بيغني عن العمل والإنسان كيف بيشتغل على حاله لحتى ينتقل لمرحلة تانية. تمام، دكتور سمير. تماما. نصيحة أخيرة من حضرتك بالشهر 6، على شو بدهم يركزوا الألوان الطاقية؟ هلا بوجه نصيحه لكل الاخوه اللي عم يشاهدونا ويتابعونا بانه دائما نحن نستثمر البدايات. بدايه اليوم، بدايه الشهر، بدايه العام. بدايه عمل جديد، بدايه حياه جديده زوجيه او خطبه او او او، دائما نحن نستثمر البدايات، لانه مثل ما بتكون البدايات بتكون النهايات وبتستمر معنا هي الحاله. فنحن هلا ببدايه شهر جديد، بنتمنى يا رب يحمل كل الخير والايجابيه والسعاده والفرح لكل الناس الصغار والكبار، ان شاء الله يا رب يكون شهر خير على الجميع وخصوصا السوريين يا رب. بنتمنى دائما يكون التفاؤل موجود، اليوم احيانا بنشوف اشخاص انعدمت عندهم صيغه التفاؤل، ما عم يكونوا متفائلين، لا خلينا متفائلين اليوم، نحن شو الخساره اذا انا بدي اكون شخص متوقع بانه بكره احلى، لانه اليوم دائما مثل ما بنبرمج عقلنا، مثل ما كنا عم نحكي مثل ما برمجنا بتكون مستقبلنا، فخلينا نبرمجه على الايجابيه، ما في خساره بالنهايه. تماما دكتور سمير هادي، شكرا لهيدي المداخله، نورتنا بحلقه انت وانا لليوم. وانا بدي اتشكركم واتشكر حضرتك واتشكر الكادر العامل ككل، يعطيكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه، شكرا لحضرتك.
خلونا نروح لفاصل ونرجع نتابع حلقة اليوم من أنت وأنا. بالختام، في قاعدة مهمة كتير لستيفن كوفي، هي بتقول 90-10. شو يعني هيدي القاعدة؟ قال 10% من الشغلات اللي بتصير معنا بالحياة هي نتيجة ظروف الحياة اللي نحن بنمر فيها، 90% من باقي الشغلات هي نتيجة ردة الفعل تبعنا. لهيك عمليا نحن ما فينا نمنع سيارة تتعطل أو طيارة تتوقف أو قصة تتخربط، ولكن نحن فينا نهتم بردة فعلنا. وقت نحن بتكون ردة فعلنا عقلانية ومنطقية، فتتقن 3/4 القصص اللي بتصير معنا ما رح بقى تصير، لأنه نحن بنكون ضبطنا ردة فعلنا على الموضوع. العمل مثل ما قال الدكتور سمير هادي، العمل ثم العمل ثم العمل، هيدا هو الموضوع الأهم. أكيد الحظ ممكن يدخل، أو هدول الطاقة الأرقام، هدول المحفزات ممكن تكون، ممكن واحد يكون فايق مبسوط بيومه، يكون يومه أحسن أكيد، ولكن هو ما يومه أحسن لأنه بس مبسوط، لا، لأنه اشتغل على حاله خلال الأيام السابقة والنتيجة طلعت هلأ. خلونا نكون بعاد عن موضوع التنبؤات والخوف والشعوذة والتنجيم والتبصير. تبصير القهوة يلا معلش مرقولنا يا. بالإضافة لآخرنا دائما نشتغل على حالنا لحتى نغير شيء بحالنا، لأنه ما رح يتغير أي شيء لحتى نحن نغير بحالنا. لهون منكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج أنت وأنا. أكيد فيكم تشوفونا بالحلقات المقبلة. إلى اللقاء.